المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري شخصية كثيرا ما أثارت الجدل، تارة على الساحة السياسية وأخرى على الساحة الكروية، وتارة بتهديداته المعروفة بنشر استديوهات كما يقول المصريين، بمعنى الفيديوهات لمعارضيه أو شخصيات عامة في المجتمع المصري، يعني أنه يمسكها كأدلة ضدهم. هذه المرة الجدل بسبب حكم بالسجن ضد مرتضى منصور في القضية المتهم فيها بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب. فقد قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بحبس مرتضى منصور لمدة شهر مع الشغل والنفاذ لاتهامه بسب الخطيب، لكن هذا الحكم يعتبر مخففا للمحكمة نفسها التي كانت قد أصدرت حكما في أبريل نيسان الماضي بالسجن لمدة سنة على مرتضى منصور مع دفع غرامة مالية في دعوتين مقامتين من الخطيب ضد منصور، واستأنف بعدها منصور على الحكمين ليخفف إلى حكم بالسجن لشهر مع الشغل. بعد صدور الحكم انتظر الجميع بيانا من مرتضى منصور للتعليق كما أعلن على صفحته الرسمية على فيسبوك، لكن بدلا من البيان نشر مرتضى منصور على صفحته فيديو لنفسه وهو يلعب تنس الطاولة مبتسما، وكتب تعليقا ساخرا يقول: ده ردي، أنا مش فاضلكو لما افضجلكو. طبعا وهي أغنية للمطرب الشعبي المصري أحمد الشيبة، أغنية شهيرة في المجتمع المصري الشعبي على الأقل. لكن بعد ساعات خرج مرتضى منصور عن صمته وأدلى بتصريحات لقناة الزمالك، هذا ما قاله: بقول لمحمود ابراهيم السيد الخطيب لا عايز تنازل ولا عايز تصالح، وبدات المعركه الجديه بيني وبينك لنهايه العمر. الى نهايه العمر، لانك انت النهارده اللي انت عملته ده، وانت عارف عملت ايه؟ مش عايز اتكلم عشان بقول في فمي حياء، بقول تاني انا واخد براءه عن نفس الموضوع ده ومن نفس القاضي ده من شهر 4، لكن عايز اقوله لان انت مسلطه تشتمني دول ولا شعره من راسي، لا فيهم يجي يلعب بينج بونج معايا يجي يلعب معايا بينج. حتى الآن مشاهدينا لم يتم القبض على مرتضى منصور ولم يعلق الخطيب بعد صدور الحكم، لكن المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان تقدم بطلب للسلطات المصرية لمنع منصور من السفر خارج البلاد، كما صرح لبرنامج ديربي الرياضي على إذاعة القاهرة الكبرى بأن الحكم بات واجب التنفيذ. هو الحكم صادر من بيان فيه المحكمة الاقتصادية منذ قليل، وهذه الأحكام الصادرة من المحاكم الاستئنافيه هي واجبه النفاذ فور صدورها، وبالتالي على المحكوم عليه ان يقوم بتسليم نفسه وعلى وزاره الداخليه ان تقوم بالقبض عليه فورا تنفيذا للحكم. الحكم أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين التعليقات تعليق لمحمد يقول: تجرد معايا كده من انتمائك الكروي، تجرد من الكرة أساسا، هي دي العدالة؟ هو ده حق ربنا لشخص تجاوز بشكل فج وبشكل مستمر في حقوق ناس كتير جدا بدون رقيب ولا حساب ولا حد عارف ياخد منه لا حق ولا باطل؟ أما هنا أباظة يكتب مغردا، سبحان الله، توقيتات قضايا مرتضى منصور دائما بتكون في الوقت اللي الزمالك فيه مركز ومتصدر أو بياخد بطولة، الهدف دائما إدخال الزمالك في دوامات، أما مين لا اتفقنا أو اختلفنا؟ اتفقنا أو اختلفنا، مرتضى منصور رمز للكيان، وفعلا وجوده هو استقرار للنادي، لنادي الزمالك ولبطولاته. أما هنا أبو نصر فينشر هذه الصورة الساخرة المستلهمة من الفيلم المصري الكوميدي الشهير 30 يوم في السجن. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.